يعني الحكاية مسألة أيام، إلى أن جاء يوم 3/7، وكان يوم الحقيقة يعني له بهجته وله فرحته، فرحته بقى كل ناحية، لدرجة من الحاجات الجميلة يوميها بعد ما يعني خلصنا البيان واتقال واتزاع وكلنا كل واحد قال كلمة صغيرة كده، كلنا خدنا بعض بالحضن. صحيح طبعا، مع ان في بعضنا ما نعرفش بعض يعني، خدنا بعضنا بالحضن، بس هي فرحة قلوب. يعني وحتى وانا راجع بالطيارة، الطيارة هليكوبتر قال لي انا هنزل شوية علشان تشوف فرحة الناس في الشارع. الله. فكانت الزغاريط بتاعتهم واصله فوق. صحيح، هي دي بجد بقى الزغروطه اللي بتطلع لحد السماء. صحيح، والانوار والحركه، في فرحه طالعه من الارض. فكانت حاجه جميله خالص. نشكر الله، الحمد لله.